السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ونتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الاخوان، جيت نوريكم واحد المشكل اللي بعض المرات يقدر اي واحد ممكن يواجهه في اي هاتف، ولكن جبناه لهذا الهاتف اللي هو الريدمي نفسه. الاخوان، هذا واحد المشكل ديال الميكرو ما بقاش كيدوز، يعني المكالمه، يعني الناس اللي كنكونوا كنهضروا معاهم ما كيكونوش كيسمعونا نهائيا. اخوان، دائما تردوا البال في هذه البلاصه نهائيا ديال ديك التقيبه اللي عند الميكرو، تتكون تسدات لنا بشي غبره ولا اوساخ ولا ربما اي حاجه كنحاولوا ننقيوها بشي ابره صغيره. هذا المشكل جابوا واحد الاخ اللي فيه الميكرو ما كيتسمعش، ولكن انتبهت بان الميكرو مسدود بواحد شويه ديال الوسخ، حاولنا ننقيه بواحد الابره والحمد لله تيسرت له الامور. هذه المساله هذه نبغي اي واحد مثلا يواجه مشكل الميكرو في اي هاتف، اول حاجه اللي ينتبه لها هو هذاك المشكل ديال هذيك التقيبه بالضبط، يرديها البال ربما تكون مسدوده بشويه الاوساخ، نحيدوها بواحد الابره والامور راه كتيسر. في حاله ما تيسرتش عادي يمكننا نمشيو عند اي واحد اللي يصلح لنا هذاك المشكل. الاخوان،